يا رمز عمر ها شنو انا تدي من الجن حطوا له خلوه يجي انتوا قربوا عيطوا للمصراتي المصراتي اه تو كان انا المصراتي مصراتي وين المصراتي لا امور واحد نسيو بس شويه ياسر عندنا حل معين شويه ما كنت داخل وما نجريو احنا عندنا لي مراسيل حبوا تمشي حالك وينك روحها اه حالك محمد وين محمد دوك انا هنا هيا مر امشي باش ناخذو في السي وين هاي هاي ناخذو كاش مهم انت سي حمادي متغشش راه هذاك اي نعرف ما نسيناش حبيت تعمل تصريح مع سي حمادي حمادي اللي خذيت تسجيل طياره انا كل كلمته كل خذيتها ولا ناخذ من عندكم انتوما فهمت تعقلك يا مره نبدا ناخذ مهم ماشي كل حاضر اي حاضر اي مرحبا لجيت بالمنصور عضوة النقابة الأساسية بالصحة بالمستشفى الجامعي لنادي شاكر وعضوة الفرع الجامعي للصحة بجهة صفاقس. اليوم خذنا تحرك لهنا انطلقنا بها بمسيرة عملنا تجمع عمالي في المستشفى الجامعي لنادي شاكر وخرجنا بمسيرة متجهين رأسا إلى بلدية صفاقس لأن نعتبرها اليوم هي المسؤولة المباشرة بصفة سلطة محلية في البيئة على الوضع البيئي الكارثي جدا اللي وصلنا له في المستشفى الجامعي الهادي شاكر. المستشفى الجامعي الهادي شاكر أصبح للأسف المستشفى اللي هو من عام 1927 ويقدم في خدمات صحية مرفق عمومي لأبناء شعبنا في الولاية لولايات الجنوب وفي وضع صحي حرج جدا. اليوم احنا في لابوجي معناها نتاع الكورونا نلقاو رواحنا اليوم رانا احنا في كدس أطنان الأطنان المتكدسة من الزبلة من النفايات سامحوني في الكلمة من النفايات العادية موجودة في المستشفى أمام قسم الكوفيد. احنا نحب الرأي العام تتوضح عنده الصورة لأنه ما فماش نية من عند المجلس البلدي ممثلة في رئيس البلدية نتاعها لرفع الفضلات هذه ورفع النفايات هذه وبالتالي أن تكون الخدمة الصحية المقدمة لأبناء شعبنا وللناس اللي تخدم غاديكا في المستشفى من إطار طبي وشبه طبي وعملة تحفظ الحقوق الأساسية وهي في حق بيئة نظيفة. مع العلم راهو أنه المستشفى الجامعي لنادي شاكر فيه طاقة استيعاب 1000 سرير مع أنه عندنا 3 أقسام مسخرة لمرضى الكورونا مع أنه عندنا لي سيركوي المخصصين في عديد الأقسام وهي قسم التوليد وقسم القلب و تصفية الدم والأطفال. مع العلم يعني عندنا أكثر من 160 سرير لمرضى الكوفيد مخصصين اليوم وخدمنا ومسعدين باش نخدمه لكن يظهر لي أن الواقع البيئي الكارثي اللي وصلنا له اليوم في الجهة يمنع أنه نقدموا خدمات. حاولنا أنه نتواصلوا مع سلطة الإشراف، حاولنا أنه نجدوا آليات عبر المستشفى في التعاقد حتى مع شركات لكن ضرب الكاشف اليوم انه ثم تعنت من رئيس البلديه مباشره وممثله في سلوم يدي رئيس البلديه ثم تعنت مباشر وتعنت صارم في انه يرفع النفايات. راهو رفع النفايات قرار رفع النفايات بصفه فوريه. راهو بالاتفاق اليوم ما بين كل الاطراف اللي موجوده داخل المستشفى النقابه الاداره وايضا حتى خليه الازمه لاداره خليه ازمه جائحه الكورونا. اصبح الوضع كارثي. ادعو اهالي صفاقس انا ادعو اهالي صفاقس الى انهم يتحملوا المسؤوليه
في انه يسكتوا على نتحملوا مسؤوليتنا الناس الكل في السكوت على مرفق عمومي بالشكل هذاك ويستوعب 1000 مقيم، نستوعب 5000 اليوم من اهالي الساقس ومن اهالي الجنوب اللي يدخلوا ويخرجوا مع الاطار الشبه طبي والطبي والعمل وكل الناس والمرضى، والسكوت على انه النساء تكون متكدسه هي جريمه ونعتبرها اليوم جريمه ثانيه، وقت اللي يمارس رئيس البلديه بالشكل هذايا بشكل موجه وبشكل مباشر، وعنده اليوم موقف اساسي في عدم حمل النفايات ورفع النفايات. نقعد نحبوا نقولوا راهو ما تدخلش السياسه في المرفق العمومي، عندك مشكله مع سلطه الاشراف تحمل مسؤوليتك، انت منتخب من جهه الساقس، انت يلزمك تقوم بمسؤوليتك كرئيس بلديه منتخب، انت ماكش رئيس بلديه منتخب على حزب، لا تتحمل مسؤوليته اللومي. واليوم عملنا تحرك، والتحرك هذايا اذا كان ماهوش فمش استجابه من سلطه الاشراف مشكوره، البارح الولايه راهي قامت شويه خرجت رفعت بعض النفايات، رفعت النفايات في الحبيب بورقيبه كما قال الاخ قبيله سي حمادي مصراتي كاتب العام عضو الاتحاد الجهوي، قال انه لكن انه استمراريه الوضع بالشكل هذايا ينم على انه السيد رئيس البلديه المجلس البلدي يتعامل بسياسه المكيالين مع مؤسسات عموميه راه تونس تدفع في المال نتاعها، راهو احنا ندفعوا من ميزانيه الدوله سواء الى وزاره البيئه وسواء الى بلديه الساقس، بلديه الساقس عندها اتفاق ب 370 مليون كما ورد قبيله، وعندنا كونفونسيون ندفعوا من المال العام من مال المجموعه الوطنيه وفلوس التوانسه ندفعوه الى وزاره البيئه فيما يقدر 480 الف دينار من ميزانيه المستشفى، ومع ذلك يعني ثم ما يقارب 800 مليون تمشي مباشره للبلديه وتمشي مباشره لوزاره الماليه وزاره البيئه عفوا، ومع ذلك التجا المستشفى انه يتعاقد مع شركه باش لرفع النفايات. انا نتساءل هنا موقف كل السلطات من الوضعيه هذه، لانه اصبحت سباله نتاع فلوس، وراه اذا كان السكوت على المساله هذه نغض الطرف، انا ندعو الناس ان تتحمل مسؤوليتها، الفلوس هذيك راه فلوس الشعب، اولى بنا اليوم ان نوفروا بها دويات، واولى بنا اليوم ان نتحملوا مسؤولياتنا، واولى بنا اليوم ان نقدموا خدمه صحيه، مش السكوت على الوضعيه هذيك. اذا اللوم اليوم راهو المجلس البلدي هذايا يتحمل المسؤوليه مباشره بصفته هو مجلس بلدي ومعني بمساله النظافه، يعني النظافه ما النظافه تقوم بها البلديه، وهذيك هو من ادوارها الاوكد ومن ادوارها الاولى، وتقديم خدمه صحيه في ظروف كما هذه تصبح استحاله، ويصبح استحاله ان نستقبلوا للاسف مرضى الكوفيد اللي قاعدين نشوفوا في الاعداد نتاعهم تتزايد يوما عن يوم، وعلى الاطراف الكل ان تتحمل مسؤوليتها. هذين اللي حبينا نقولوه اليوم من التحرك بتاعنا، ونحن مستعدين لتطوير كل اشكال التحركات في قادم الايام اذا لم يكن استجابه فوريه كما قلنا فوريه لرفع الفضلات وبصفه متواصله، لانه المستشفى كل يوم نخرجوا النفايات كل يوم، اذا ماهيش حلول جزئيه وقتيه نتاع يوم او يومين، يجب ان تكون بشكل متواصل وعلى مدار الايام القادمه والاشهر القادمه. السلام عليكم. شنو هو الحكايه؟